السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. طب يلا، والنهارده رايحين نعمل ايه زينب؟ رايحين نسجل اغنيه جديده. يا ولية يا ولية. انا بقى يا جماعه متحمس اكتر منها طبعا، عارفين انا مغني بارع جدا وصوتي فظيع. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يا لعن، اضحك. بس يا جماعه احنا دلوقتي في الطريق اهو تمام، ورايحين للاغنيه العنيفه انا هموت من الضحك. ايه الكلمه دي؟ دي كلمه سوقيه جدا. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه الواحد 11 بالليل. رايحين نسجل اغنيه الساعه 11 بالليل، لكم انتوا تتخيلوا بنتعب قد ايه عشانكم. طيب ايه؟ انا ما بخافش من الكلاب، انا الكلاب دول بالنسبه لي بحبهم جدا. دليل على كده انا كنت جايب عندي كلب قبل كده اسمه ادونيس. ده اسم غريب قوي، كنت بعتني بيه ومربيه وكنت مظبط له حياته. فانا بحب الكلاب جدا، بحب المساله دي. جبارة خدي دايما عينهم علينا، طب الناس عمال يزيد ده مش بتينا. انا ابو زرافه عسل، ام اللي جابت ابو سلام ابوك. ما خافش طول ما مين جوايا، ليه يا سالكه؟ انتوا مزيفين بس احنا يا ابني ماركه. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. ما خافش طول ما مين جوايا، ليه يا سالكه؟ انتوا مزيفين بس احنا يا ابني ماركه، احنا الملوفه مش